شوف سي توفيق بن بريك، نتذكر الاندر جراوند، معناها هذه لا كولتور سوتيران كما يقول، لانه هذا اللي شفته من خلال نوع من البذاءة يتم توظيفها فنيا وادبيا. في توصيفي الخاص كي قريته الكتاب نحس انه كتابه بالتونسي كتابه مهبوله. مثلا فما حاجات انا اندهشت لها بصراحه وضحكت عليها. مثلا انا شفت واحد من حي التضامن شنو الطلبات، يقول لك دسترت المشوي مثلا. انه نجيو للطوطه مع تاع الدستور التونسي نحطوا المشوي، مثلا ضحكتني هذه. فيها واحد يندهش كي يشوف مثل هالانتظارات هذه ومثل هالطلبات هذه. شفته يحكي على اللي تيت برولي ومهمة، معناها التوصيف هذا بقيت لوج على تعريبها، ما نعرفش يناسب ان نقولوا الرؤوس المشتعلة والا الرؤوس الموقدة والا اللي تستعر نيرانا، يمكن هذا. ولكن اللي حسيته زاد في الكتاب اللي فما دم في الكتاب هذا، اللي لانه كي تقول انه في مواجهة النهضة اليوم لازم يسيل دم باش الثورة تستمر، حسيت اللي نحن ازاء كتابة دموية أو كتابة عدوانية، وأنا حسيت هذا إلى حد ما كتابة وكتاب خطر بعض الشيء كيتحدث بالشكل هذا. لكن ما دام نحكيو نحن عن نقاوة سي توفيق، ووسع بالك معايا، أنا شفتك تحدثت عن برهان بسيس، سميتها في الكتاب هذا صفحة يظهر لي 61 يظهر لي هكا، سميته وذميته وقلت هذا هو رجل الدعاية السوداء بن علي. لكن السيد هذا شفناك سي توفيق تجلس معاه في قاعدة في قناة نسمة، قاعدة حسيتها طرية وقاعدة ناعمة، وتتحدثوا على النوبيليزاسيون نتاع تونس. ما فهمتش شنو هالليكار هالمسافة بين الكتابة وبين الممارسة. شفتك مثلا شفتك لهنا ذم برشا بربي. استنى شوي خليني كمل. استنى ليه ما تكملش؟ ما تكملش خلينا نجيب. لا نلقاك في الكتاب هذا في نفس السياق الذم، مثلا الباجي سميه البوج والذمه. في وقت اللي خرجت انت بين الدورتين في الانتخابات الرئاسيه تحكي على الباجي الزوالي اللي يمشي لمعصر زيت الزيتونه اللي ينقع في الخبز، انا جاي كملك الفكره اللي ينقع في الخبز في الزيتونه. خليني كمل. مش نقفل السؤال. لا صحيح مش نكمل السؤال. كملوا ترى. وسع بالك. مانيش موسع. لا وسع بالك. قلت لك كي انت تخرج بين دورتين في انتخابات رئاسيه تقول راهو السيد هذا ياكل في زيت الزيتونه وينقع في الخبز في زيت الزيتونه، شهيتنا في زيت الزيتونه، وفي التصويت الباجي قايد سيبس، النجم نقولوا كما قال حسن بن عثمان انه وقت اللي يحكي على عباس يفقد الصواب، وانت استشهدت بالامر هذا في كتابك، قلت عباس بيغ لو نور، النجم نقولوا لي توفيق بن بريك بيغ لو نور ولا توفيق بن بريك يفقد الصواب ولا هذا سؤال. طيب انت قريت الكتاب؟ قريت. انا في ساعه كوبوي بربي خليني تو نتكلم هكا باش نجاوب. انا في ساعه كوبوي ديما نكون معناتها كيس كو لانتيليجونس لوسكيل ايلي دو لا كونتراديكسيون. النجم هاني تو اليوم قابلتك انت، النجم قابل الشيطان نفسه وجالس يا اخي هي مهنتي وجالس انا نجلس الناس الكل من المومس الى الطاهر، فهمتني؟ هذه ما انتينا نجالس برهان بسيس ونجالسك انت وتهبطني في جنبطه نتاع الخرا، نخرج منها نظيف ديما نظيف. اللي شاد علي حاجه السماء لا تطيح، وانت هنا انت تو تجي الكتاب شوف مرسوم. لا انا ما عادش تتكلم انت تو ما تكلمتش انا نسمع فيه. ايوه تعمل هك وتتناقش. ما تكلمتش. لا ما تكلمتش. اسمعني توفيق بعد اذنك، معناتها نحاولوا معناتها ما نقولوش لا الكلمات هذه تو كي تلقى الكولونيل. جوست باش ناخذ تعقيب صغير معاك هكا مش خليك تكمل. معناتها جوست معناتها نحاول ممكن نحترموا شويه معناتها العباد اللي قاعده تتفرج. شكون معناتها شكون مثلا على شنو؟ فما كلمات ليس لدى الكولونيل من يكاتبه يقول لك ماذا تاكل الان؟ يقول لك الخرا. واش فيه؟ يا اخي كلمه عربيه فيها واحد يا اخي ايش بكم تخافون من الكلام؟ وهذه معناتها جنبطه. واش فيه جنبطه بعيب؟ هي جنبطه بو اسمعني معناتها تجي تقول لي اني نقعد سنه وشين قال جيت انفيتي
je me dois d'être de parler avec ces gens. Kif taw, je suis un invité difficile. Je ne viens que بالواحد بالريقناجة خنا اليوم جيت ساعة نس قلت لهم يا اخي باش يكلمني هذاك ما يحبوش يكلمني اصلا وفصلا على في الكوليس ضحكنا مع بعضنا وكيف قاعد نركب معاك واحد اما نايم انت اخزر كان ليا نايم معناتها كان ليا جو بي انا عندي اليوم بركي جبتها قلت ثم شخص معجب به جدا اسمه أندري مالرو ولكن معجب به كيف الحكاية هذه مش في كتابته عمره 21 سنة وزوجتي الأكتريس هذية أنا نسيت لها اسمها هبتوا لندوشين شو سرقوا أنتو تم كي كنت 1 مليون دولار كي شدوه قالوا له يا ودي شبيك تسرق هو ديجا إلي ديفونو معناتها أن إكريفان كي بيبلي شي غاليمار قال لي نحب ندبر فلوس بور مي بيي مي بروفر زينمي باش ماهيش ندور حتى وين ما نكلمش حتى وين مي طونك سي مون ترافاي دالي فوار لا تورب لا ميرد لو جو فوا تو لو موند جو فوا ولكن لا تنش تو انت تجي تقول لي تشوف ولكن هل كي نشوفنا واحد ننسى هو اش قاعد يعمل ناكي نشوف البيجي ولد تقول لي وي ساق بالكل شيء نحن نا حتى ونجمد انه لانه لا عمر بزر قلت الرجل هذا داير جي شيرشي على فوندر باش المرزوقي ما يطلعش اي سي بور دي ريزون بور لا ريبوبليك يلزم المرزوقي ما يطلعش وما عندنا كان هذا ويلزم نطلعوه ولكن كي قلت نطلعوه تو ندموه على النهار اللي باش يطلع وما عمر هاني نشوف فيه هنا نشوف فيه ولكن هل أتناس وحط في بالك انت كنت جيت تعرف تقرا اللي ثم على الاقل 50 صفحه عليه هو على المرحله نتاعه هو لو سونتيمون ديتر كوكوس سي شي لوي معاه هو وحكيت انها عدوانيه مع ما كانش عندنا ما اعطونيش حتى مجال مع النهضه في الوقت هذاك كانت حياه او موت هذا من الناس معناتها يجي يتبع فيك ثم محاكم تفتيش يحبك كيفاش تلبس كيفاش تعمل كيف هما بيدهم انا كيف ما تقول لي هاني تقبلت انا وراشد الغنوشي وراشد الغنوشي كان اكثر واحد معناتها اي حاجه قلت له راكم جهلتوا وتكبرتم واحد داير جبد لي على الواحد ايه سي كالكان كي افي دو لا فيلوزوفي جبد لي كومون دون لا ميثولوجي غريك Lorsque l'homme, l'être humain, takabara ou jhel, Zeus gismu ala thnin. Wabqa yabhath ala al-wahn ntaa. Fahm? Donc, hatta al-kbarat ntaa'ak, kbarat ntaa'ak, هما الذين وده أكبر الناس نحب نقول وشكرا لهم هما اللي يشروا الكتاب هما النهضويين بالألاف واضح باهي سي توفيق